اهلا بحضراتكم مره تانية من جديد. اسمحوا لي ارحب بضيفنا وضيف حضراتكم كابتن حسين حمدي نجم نادي الزمالك السابق. ازيك كابتن؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا مين؟ عامل ايه؟ كله حلو؟ وحشني والله. وانت كمان. مباراه النهارده كانت مباراه يعني دراماتيكيه شويه، بعض الاوقات حطينا ايدينا على قلبنا، كنا مقلقين يدخل فينا جول على غير المتوقع على عكس اللقاء، ولكن رؤيتك بشكل عام لمباراه اليوم. اولا مليون مبروك لنادي الزمالك والجمهور ومجلس ادارته. ماتش مهم، وزي ما قلت من شويه المكسب بيجيب مكسب. ضروري الفرق الكبيره، مش لازم العب كل الماتشات 100%. مكسب ضروري. برضو ما نلومش على اللعيبه قوي، لعبوا ماتشات كتير الفتره اللي فاتت، ماتش افريقيا، ماتش دريمز، ده خد من اللعيبه كتير. فالنهارده تحس اللعيبه كانت مقتصده شويه في المجهود، والحمد لله على المكسب. شايف ان الزمالك تاثر بالارهاق من رحله غانا، بدنيا اللعيبه محتاجه يعني يتعمل لها ريفرش كده مره تانية، ولا شايف لا الاداء لا عادي؟ كان باين عليهم النهارده قوي، اللعيبه كانت تعبانه فعلا، بالذات الشوط الثاني. بس استخدموا الموضوع ده بذكاء، اللي هم كانوا بيدوروا الكره كتير، بيحافظوا على الكره، ما بيفقدوش الكره كتير، وده باين قوي في وبالذات في الشوط الثاني، وبان في الفينش بتاع الهجمات، لان باين قوي النهارده زيزو لو في حالته، احمد حمدي، سامسون، كان زمان النتيجه 3 4 مرتاح لو اللعيبه مريحه يعني. قبل ما نتكلم عن التشكيل، تعال كده نفكر الساده المشاهدين. تشكيل نادي الزمالك النهارده كان 4 2 3 1 في حراسه المرمى، محمد عواد، 4 في خط الظهر من الشمال يمين، فتوح، الزناري، المسلوسي، عمر جابر، قدامهم نبيل عماد دونجا وكابتن عبد الله السعيد، قدامهم 3 من الشمال يمين، ناصر ماهر، احمد حمدي، احمد سيد زيزو. خلينا نقول ان مصطفى الشلبي كان شادو سترايكر، او تمام، هو اللي بيلعب راس الحربة، نفس فرود وهمي بالحرف يعني. شايف التشكيل اللي بدأ، تمام، هل دي انه شايف انه الاسترايكرز اللي عنده ما يفضلش انه يبدأ بيهم المباراة؟ لا لا لا، سامسون عامل ماتش عالمي، واللي هو يعني بيقول لك انا موجود، الجون اللي جابه وصناعة الاهداف، لازم ياخد ماتشات ولازم يديله الماتشات اللي جاية، لازم يلعب بصفة اساسية من الأولى، لازم يلعب من الدقيقة الأولى، ودور له على مكان، يعني لازم نشوف لسامسون المكان بالذات في 9.5 أو 10، بيعملها هايل. تحت المهاجم يعني؟ تحت المهاجم، ما يلعبش صريح. حلوة 9.5. لو لاعب الجزيرة يعني دقيقة بس، 9.5 دي بالنسبة لك اللي هي فين بالظبط؟ اللي هي بين اللي هي ما بين 10 وما بين الاسترايكر الصريح. الله ينور عليك. يعني وهو لأن هو هداف وبيلعب على الجول. يعني هو مش اللي هو يصنع لك لعب بس او يلعب اسيستات بس، لا هو على الجون مميز، مهاري مهاري، بيعرف يقف على الكوره، وعنده رؤيه مين، عنده رؤيه هايله، وشايف اللعب ومحضر لعبه والفينش بتاعه هايل، ليه ما ادلوش الماتشات كلها؟ طيب اللي انا كنت عايز اكلمك عليه، هل توقعت انه يعمل روتيشن في خط الظهر؟ يعني احنا طبيعي نشوف الروتيشن يبقى مهاجم، الاثنين مهاجمين فايقين فيغير كل مباراه، لكن خط الظهر ده بالذات بتحس ان هو لا، محتاج ابقى مركز، اثنين ثيرد باكين صح واقفين واخدين الكيمستري بتاعت الماتش. اغلب المدربين ما يحبوش يلعبوا في الحته اللي ورا، اللي ورا دي، يقول لك لا سيبهم كده زي ما هم شغالين، ما يعني ما تقولش احنا كنا ممكن نتحط بدل عمر جابر ويلعب بالزناري وحسام عبد المجيد، لو هو حابب حته الروتيشن. تمام، من وجهه نظرك ليه؟ هو اكيد شايف ان الزناري يستحق يلعب. في مدربين يعني يقول لك ايه، هو ما صدق اللي هو ايه، انا بعمل روتيشن بس في نفس الوقت انا عايز ادي الزناري اللي هو بيتمرن كويس، شغال كويس، فيستحق يلعب، فلقاها فرصه اللي هو يبدا بيه. طب حسام عبد المجيد نزل ما شاء الله عليه. ما حسام عبد المجيد هايل، يمكن المباراه اللي فاتت كان عنده بعض الغلطات دي، ممكن يكون ممكن على اثارها، ممكن تبقى ايه، تمشي روتيشن وتمشي اللي هو ايه، انا بشوف الدنيا الزناري هيقدر يشيل معايا ولا لا. لو حسام عبد المجيد في الماتش اللي فات ما كانش موفق قوي، فممكن الزناري يشيلني ولا ممكن ما يشيلنيش، فاكيد اداله النهارده عشان الامور تبقى واضحه بالنسبه له اكتر بخصوص الزناري. طيب التغييرات اللي عملها جوزيه جوميز، شايفها الى اي مدى كانت صائبه؟ الى اي مدى التغييرات لا منطقيه وفي ظروف تخدم على في تغييرات اضطراريه من اللي هو الزناري وحسام عبد المجيد، ده اضطراري، ومصطفى شلبي وسامسون دي تغييرات اضطراريه. انما اللي باقي محمد عاطف وزياد كمان نزلوا متاخر جدا، كان لازم ياخدوا بدري شويه. يعني لو عايزين نفكر سيدي المشاهدين بالتغييرات، تبديلات نادي الزمالك في الدقيقه 12، خروج تراي
الزناري ونزول حسام عبد المجيد في الدقيقة 26، خروج أيضا اضطراري ومصطفى شلبي ونزول سامسون أكينولا في الدقيقة 91، في الدقيقة 91 أيضا تغييرتين، أحمد حمدي بدلا زياد كمال بدلا من أحمد حمدي، ومحمد عاطف بدلا من أحمد سيد زيزو. يعني تغييرتين أنا بالنسبة لي، هو ما عملش تغييرتين اضطراريين ومنطقيين جدا، ثيرد باك بثيرد باك، شلبي ما كانش فيه غير ناصر ماهر، ناصر منسي عفوا، ناصر منسي وسامسون، لانه انت عندك لعيبتك كلها في الملعب، حمدي، كابتن عبد الله، زيزو، ناصر ماهر، ما فيش ورقه منهم بره. غريبه. يعني ما ده اللي عايز اكلمك فيه، شفت ازاي نزول زياد كمال ومحمد انا شايف التغيير متاخرين جدا، يعني لو عايز افوق اللعيبه وادخلهم. زياد ما لمس كوره تقريبا هو محمد عاطف. زياد راح انفراد اللي ضيعه في الاخر. بس يعني مفيش وقت. محمد عاطف نفسي ياخد، شفته واتفرجت عليه السنه دي، لعيب هايل جدا. اتفرجت عليه في دوري المحترفين، لعيب هايل جدا، فهو في طنطا عايز ياخد فرصه. يعني كنت لازم حتى اديله الماتش النهارده، باين انه مرتاح شويه والنتيجه مرتاحه والفرقه مطرود منها واحد، طب هديله امتى؟ يعني اديله تلت ساعه بس، ربع ساعه. انما في الدقيقه 91 اللعيب ممكن تبقى بدايه اللي هو بيقول له ايه، انا شايفك واشتغل اكتر في التمرين وهتاخد اكتر. كنت شايف مين اوقع انه كان ينزل المباراه دي؟ وليه مهاب ياسر اختفى؟ معرفش، فجاه في لعيبه بلاقيهم في التشكيل، مزقوين في التشكيل، فجاه بيختفوا. انا معرفش هل بناء عن التمرين في لعيبه في التدريب بتبقى مقصره فبيستبعدها؟ اكيد ملهاش حل تاني، لان مهاب شفناه في كام ماتش ورا بعض وبعد كده اختفى تاني. في حاجات لوغاريتمات غريبه. شفت طريقته النهارده وهو بيتكلم مع الزناري وهو خارج، لما وقف اتكلم معاه انه وقف اتكلم مع الزناري على الخط وبيقول له انه معلش هو كان عايز يديله الفرصه، ما نعرفش سياق الكلام بالظبط، ولكن باين ان هو بيطبطب عليه كده بيقول له معلش انه خلاص مش مكتوب لك تلعب. بيكلم الزناري؟ كان بيكلم اللي هو مش مكتوب لك تلعب المباراه دي مثلا. وجودي حاجه مهمه، جوزيه جوميز قبل ما يبقى مدير او مدرب للفنيات داخل الملعب، هو الكونكشن بينه وبين اللعيبه، هو قريب من اللعيبه كلها. دي ميزه فيها ميزه في الراجل، شفتها بعد الماتش كمان. يعني ما شفتش اللقطه اللي انت اتكلمت عليها، بس شفتها بعد الماتش مع ناصر منسي ومهاب، سلم عليهم وحضنهم ولقيت اللعيبه حتى مش زعلانه. فدي حاجه، دي حاجه هايله ليه، او حاجه تحسب له اللي هو واخد باله. حتى ما راحش للعيبه اللي كانت بتلعب الماتش، راح للثلاثه اللي ما نزلوش، حضنهم وطيب بخاطرهم، واللعيبه كانت بتضحك ومبسوطه، فدي ميزه برضه. طيب بشكل صريح، لو الناس بتتكلم عن الدوري ومركز الزمالك في الدوري، هل الفوز في ثلاث مباريات على الاتحاد، البنك الاهلي والنادي الاهلي رجع الزمالك مره ثانيه منافسه على الدوري العام هذا الموسم؟ طبعا طبعا، هي المنافسه طبعا لسه طويله والدوري لسه طويل، انما الفوز بيجيب فوز، ودي حاجه كويسه، يعني حاجه بتخليك حتى تعرف تدخل اللعيبه اللي انت عايز تلعبها، بتخلي اللعيبه تثق في نفسها اكتر، خاصه اللي احنا داخلين على ماتش نهائي افريقيا مع نهضه بركان، فمحتاج اللعيبه في اعلى معنوياتها. الزمالك عنده ماتش سموحه بعد ثلاث ايام، شايف ازاي جوزيه جوميز يقدر يتعامل مع توالي المباريات؟ الروتيشن هيعمله؟ لا مش هيعمله، عمل روتيشن بنحط علامات استفهام، ما عملش روتيشن بنقول اللعيبه مرهقه بدنيا، في ضغط الفتره الجايه. الكونفدراليه خلاص هتخلص، فاضل لها يعني الاسبوع اللي جاي دوري عام، الاسبوع اللي بعده ذهاب واياب ان شاء الله، الزمالك بطلا باذن الله النسخه. ازاي يتعامل جوزيه جوميز مع اللخبطه اللي هو فيها؟ مباراه بالسكواد كامل، مباراه من غير سكواد كامل. تمام، هو لازم يتعامل لان ما قدموش حلول، وبعدين عنده في مراكز نص الملعب عنده حلول كتير. انا بشوف اللي هو مثلا احمد حمدي ونصر ماهر، لازم يريح واحد فيهم واحد يلعب. لازم عبد الله السعيد يزقه قدام شويه، يلعب 10 مثلا، لازم يزقه قدام شويه. محمد شحاته علامه استفهام كبيره، هو فين؟ ما بيلعبش ليه؟ بس لما بينزل بيأدي، كل ما بيلعب بيبقى هايل. انا مش فاهم، انا فكرت فيها النهارده تنزله مكان مين؟ ما هو برده الخماسي مأدي، يعني كابتن عبد الله، ناصر ماهر، حمدي، دونجا، زيزو، مأدي مأدي يعني. وبعدين هو النهارده كان ليه تصريحات بعد المباراه بيقول ان انا ما اقدرش اشارك شحاته والثلاثه موجودين في نص الملعب، تمام، كابتن عبد الله ودونجا واحمد حمدي. فهو برضو يصعب عليك انه محمد شحاته مش في الملعب، ويصعب عليك ان حد من اللي في الملعب يخرج. تمام، بس لازم شحاته لازم ياخد، يعني لازم يشوف لها حل. طب قول لي مكان مين؟ انا وانت هو. انت مدرب. انا لو مدرب هقعد حمدي والعب الشوط الثاني. طب ما هو عايز يهاجم وخلي ناصر يعني ماهر، يعني النزعه الهجوميه بتاعت حمدي عندي اشد من ناصر ماهر، وعندي عبد الله السعيد، وعندي
لو كان مصطفى شلبي وعندي زيزو، في ناس كتير بتهاجم، وده هيعمل لي شويه بالانس في الحته الدفاعيه، لان قصدك يبقى عندك تغييره هجوميه في نص الملعب، تبقى عندك على الدكه. افرض الدنيا ما مشيتش زي ما انا عايز، النهارده بتبص على الدكه ما تلاقيش برضه حد يصنع لك الفارق اللي هو في الحته اللي قدام. اوراق الهجوميه كلها نزلتها الشوط الاول، طب وبعدين الشوط الثاني الامور لا قدر الله ودخل فيه الجون، هتبدا بقى تدور طب في مين، طب مين هيعمل لي الفرق. فلازم برضه في مدربين بيخلي لعيب او اتنين من اللعيبه الجامده او القويه اللي يقدروا يصنعوا الفارق يخلوه الشوط الثاني. ماتش سموحه يوم الاحد، اتوقع ان جوزيه جوميز هيعمل روتيشن ويريح اللعيبه خوفا من الاصابات لمباراه الذهاب في المغرب. انا من وجهه نظري لو انا مدرب، لو انا مكانه لازم العب بالفول تيم. قول لي كده التشكيل المباراه الجايه، لازم العب بالفول تيم اللي هو يعني عواد والاربعه ورا زي ما هم، عواد والناس الفرقه اللي ورا زي ما هم، ما لعبش في التشكيل اللي ورا طبعا. فتوح وعمر جابر، عمر جابر ما شاء الله وفتوح مفتاحين يعني للعب، متميزين وفي افضل حالاتهم. لا وبيزيدوا هما الاثنين بعقل كده ورزانه، وبيرجعوا بعقل ورزانه، لعيبه كبيره وعاملين يعني فرق. ما بحسش ان هو عارف، انت زمان كنت بتتفرج على باك رايت او باك ليفت شغالين طول المباراه قطر رايح جاي، لا دول عارفين هما بيعملوا ايه. يعني عمر النهارده، عمر طلع مرتين ولا ثلاثه بجوان مؤثرين. مرتين وثلاثه بجوان، وفي الناحيه الدفاعيه واقف قافل الناحيه دي تماما، ما فيش اي مشكله، ما فيش اي ثغره، مع ان افضل لعيب عندهم الباك ليفت مش متذكر اسمه، الباك ليفت بتاع البنك الاهلي اسحاق ويعقوب. اسحاق بس ان الحظ مفارقنا كده في المباراه دي، كان غريب وخلصت 0-0. وبعد كده رجعنا رحنا غانا كسبنا بسكور. ليه السويتش ده؟ يعني ليه ما نكسبش بسكور؟ ليه نقعد الزمالك قعدنا اسبوع حاطط ايدك على قلبك؟ والله كنا بنحلم أيوة بالماتش. يعني انت بتحلم بيه، ما انت انت فرقه مجهوله بلغه الكوره، رطوبه عاليه جدا، ملعب وحش، انت على ارضك ما كسبتش، طب ليه هتعمل ايه بره؟ طب ليه انا بلعب؟ شفت المباراتين ازاي؟ الماتش اللي كان هنا طبعا ماتش غريب جدا، لو اتعاد مليون مره الزمالك هيكسب. الفرص اللي ضاعت انا ما شفتهاش في حياتي، الكره على خط الجول مش عايزه تدخل، بس الزمالك ادى اداء كويس. ربنا يمكن عوضنا او شلنا المكسب في المباراه الثانيه. لعبنا ماتش كبير مع ان الظروف كلها ما كانتش تسمح ان احنا نعمل الماتش ده، ولا ارض لا ملعب جمهور ولا طبعا ولا جو، والجمهور استاد الكومبليت ولاعيبه رخمه بتجري كتير، ده جوهم وده ملعبهم. بس عملنا ماتش كبير فربنا عوضنا. شفت مباراه كان ازاي؟ مباراه العوده اللعيبه يعني كنت قاعد بتفرج مع اصدقائي بقول لهم انه ادينا 20 25 دقيقه وتلاقي اللعيبه خلاص تمام بتشحر، ومش قله لياقه بدنيه منهم، لا انت بتلعب في رطوبه 80%. تمام. الناس متخيله يعني ايه رطوبه 80%؟ يعني انت مش عارف تاخد نفسك وانت بتجري. بس اللعيبه اتعاملت بذكاء جدا في الماتش ده. المساحات قريبه بين اللعيبه، ما كناش بنجري في مسافات كبيره، كل اللعيبه بتتحرك واحده واحده، كله تحت الكره، لما الكره بتتقطع مننا فبتلاقي ما فيش مسافات، ما فيش لعيب بيجري مثلا 30 40 متر، كله قريب من بعض، مش هيبقى في نفس يجري، لو جريهم مش هيكمل. وهم اذكياء اللي هم عملوا كده. سامسون في الماتش ده كان هايل، يمكن كان من اكبر المكاسب. كلمني عليه بقى انك كنت مهاجم كده. يعني كلمني على سامسون في البوكس. لا قصه مختلفه. وهو اللعيب انا لسه بتكلم من شويه مع كريم، قال لي، قلت له بيفكرني طبعا مع الفارق، الناس هتقول بيبالغ، بس فيرمينيو في ليفربول اللي هو بيعمل حلقه وصل بين التلت اللي هو نص الملعب وبين التلت الهجومي، بتدي له الكره مش قلقان، محضر لعب دايما، بيلعب على الجون كويس، بيعمل اسيست كويس، بس عايز ياخد ماتشات، لازم ادي له ماتشات كتير. وان شاء الله هيبقى قد كده مليون مره. مين اكتر واحد لفت نظرك في مباراه العوده؟ في مباراه العوده سامسون طبعا، مصطفى شلبي كان هايل. ترك في عواد، وعواد جون كبير، شال 3 4 كوره، شال الكره اللي برجليه دي ما تتشالش، دي كانت وطلتنا انقاذ الماتش. كانت هتبقى 2-1، كنا احنا 2-0 ساعتها، كانت هتبقى 2-1 كنت هتلاقي ماتش تاني، كنت هتتفرج على لا وقبل مختلف. كمان اول ما جبنا الهدف تقريبا هم كانوا بيتعادلوا، شال كورتين ثلاثه ما يتشالوش. المسلوسي هايل، لعيب كبير وكل يوم بيقول اللي انا موجود. حسام عبد المجيد ما كانش في افضل حالاته. عمر جابر ما شاء الله عليه. اغلب اللعيبه كانت في حالتها. الجزيري طبعا نهضت بركان، فريق صعد الى النهائي بدون لعب مباراه قبل النهائي. خلاص يعني بنسبه 99.9 نهضه بركان. في كلام كان بيتقال انه لسه الكاف ما قالش رسمي والكلام ده، لا انا بقول
وشايفها من وجهه نظري وخدوها مني انه نهضه بركان هو منافس الزمالك في نهائي الكونفدراليه حتى من قبل ما الكاف يعلن ان في بوادر. يمكن مباراه الذهاب نفس اللي حصل في مباراه الاياب والكاف اعتمد النتيجه 3-0 لنهضه بركان فواضحه وصريحه. شايف ازاي مباراه، خلينا نتكلم عن مباراه الذهاب ومباراه الاولى لنادي الزمالك في هذه الجوله النهائية طبعا. المباراة الأولى طبعا لازم يبقى لها أسلوب مختلف تماما لأن النهائيات زي ما بيقولوا النهائيات تكسب ولا تلعب. اللي هو إيه؟ أنا هعرف أنا أكسب. هي البطولة دي بصراحة بالنسبة لي كلها من أول أرتا سولر لحد أيوة المباراة اللي فاتت لا تكسب ولا تلعب، وأنا مع إني كنت ضد المقولة دي. كويس والله. إيه يعني ماتشات الكويسة اللي في المجموعات، لكن لو نتكلم عن الأدوار الإقصائية فيوتشر تكسب ولا تلعب، كنا قايلين على قلبنا. تمام. ارتا سولر 32 تكسب ولا تلعب، قايلين على قلبنا. المباراه اللي فاتت دريمز اكاديميه. ايوه. مع احترامي طبعا فوق دماغي اللعيبه، ولكن نادي الزمالك يا جماعه. صح. ايدك على قلبك. صح. لا الماتش ده ان شاء الله ان شاء الله اللعيبه في تصاعد، المستوى مختلف، النهائيات خلاص يعني بقى زي ما بقول خطوه على بطوله وتاريخ، كل لعيب بيعمل لنفسه تاريخ، البطوله دي ما بتتنسيش، البطولات الافريقيه الكبيره ما بتتنسيش. فاكيد اللعيبه عارفه اللي هم داخلين على ماتش كبير ولازم كل لعيب يطلع 100% من مستواه. اتفرجت على نهضه بركان؟ ما شفتهاش صراحه، ما شفتهاش ماتش. فرقه واصله للفاينل الكونفدراليه، فالطبيعي ان هي تبقى فرقه يعني مش ضعيفه، فرقه تمام. قويه. تمام. ولكن على ملعبها بتبقى فرقه بلغه الكوره رخمه. تمام. نتجنب ايه في المباريات اللي زي دي؟ نتجنب طبعا هم مميزين كل شمال افريقيا في الكرات الثابته. الكروسات بيعملوها كويس جدا وبيركزوا فيها، والضربات الثابته اللي عنده هتلاقي عندهم دايما سرعات في الحته اللي قدام. ربنا يستر من التحكيم. دي نقطه كبيره، حط تحتها 100 خط. ربنا يستر من التحكيم. ليه خايف؟ التحكيم في افريقيا بيبقى فيه ضغوط وفي حاجات مش عايزين نتطرق ليها، بس في حاجات بتبقى رخمه اللي هو ايه، ما احطش نفسي في مشكله. اي لعيب بره ال 18 ما مسكش، ما عملش مشكله، ما سببش الفريق مشكله، وان شاء الله ان شاء الله الماتش ده نطلع فيه بنتيجه ايجابيه. ما نستناش انا عشمان في مكسب يعني، انا بحلم شايف انه لا ما عادي ممكن تكسب. ليه ما عملش زي ابطال اوروبا زي ريال مدريد والفرق اللي هو اروح اكسب الفرق على ارضها او اجيب هدف واثنين، اعمل نتيجه ايجابيه واجي ان شاء الله اخلص عليهم هنا في مصر يبقى الموضوع منتهي. نهضة بركان في المركز الثالث للدوري المغربي، مدربهم معين الشعباني طبعا يعني اشهر بالنار على العالم في افريقيا. الترجي متمرس، هو عارف يعني ايه بطولة افريقيا، مسك المصري هنا مصر هنا ومسك النادي المصري. شايف الى اي مدى هذا مدرب مذاكر نادي الزمالك ويقدر يلعب عليه باكثر من شكل؟ تمام. هو هيقابلنا مشكله اللي هو فاهم قوي لعب اللعيبه في مصر بتفكر ازاي، وهيعرف وعارف مفتاح لعب الزمالك. اكيد اتفرج علينا كتير ولعبنا هو في مصر هنا، لعبنا كم ماتش. هو مدرب كبير وعنده خبرات افريقيه، بس باذن الله باذن الله ان شاء الله هنقدر ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله ونكسبه هناك ان شاء الله. توقعاتك الى هذه المباراه؟ باذن الله باذن الله الزمالك يكسب هناك 1-0 ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يسمع بوك ربنا، ويبقى ماتش العوده ان شاء الله نحتفل ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسين حمدي، نورتني وشرفتني. تسلم، انا مبسوط معاك. شكرا لخليك. اعزائي المشاهدين استاذنكم نروح نتفرج على لقطات من المؤتمر الصحفي لمديرنا الفني جوزيه جوميز، وبعد كده نرجع نستقبل ضيوفنا حسيب النجار واحمد عباس. اوعوا تروحوا في اي حته، تابعونا. Was a difficult game like all the games in Egyptian league. كان ماتش صعب يعني زيه زي ماتشات الدوري المصري كلها. National Bank start the game in a different way that they start against, for example, Pyramids and Ahly. البنك الأهلي بدأ المباراة بطريقة مختلفة عن اللي بدأها في ماتش بيراميدز يعني مثلا والأهلي. So they came to press us, to reduce the spaces, to put us out of our game style. جايين يعني يضغطوا علينا ويستخدموا المساحات عشان يطلعونا بره طريقه اللعب بتاعتنا. And we guessed it, we knew it. واحنا كنا عارفين كده وكنا حاضرين كده. We knew it and we prepared for it in a different way. وحضرنا بطرق مختلفه. So I know that you make these questions. عارف اللي هو هتسالوا السؤال ده. That we start the game without striker. ان احنا بدانا الماتش من غير مهاجم صريح. But unfortunately, because we got some injuries, we don't know
from this game if could result or not. يعني بعد الإصابات ما عرفناش إن إحنا هناخد النتيجة من anyway, الشكل اللي إحنا لعبنا بيه ده ولا؟ Anyway, I'm happy because in some moment of the game the players they show maturity and knowledge and intelligence enough. هما أول شيء جدا اللعيبة إن هو كانوا أذكياء جدا في بعض الأوقات إن هم يخلوا معاه تلاتة بونت. Three very important points. تلات نقط مهمين جدا. Not exactly the trip because مش الرحلة يعني بالضبط. Our board directors gave everything that they could. الإدارة ادت كل حاجة يقدروا يعني يعملوها عشان يخلوا اللعيبة تقدر تعمل استشفاء. But the temperature and the humidity. لكن الحرارة و demands from the player's body more energy. الحرارة بتاعت الجو طبعا ورطوبة خلت اللعيبة تعبانة أكيد. وانتوا كنتوا حاسين كده في الماتش تحس احنا كنا حاسين طبعا اللعيبة تعبانة جدا في الماتش. And sometimes when we are tired. بعض الوقت لما نكون طبعا تعبانين. Small details that we cannot control. الحاجات الصغيرة ما نقدرش ان. The dangers can come. Sometimes it's just because the hydration level reduce a bit and the muscles suffer. But I think it's nothing serious and they will recover quickly. يعني هو بقول لك بعض الأوقات مش قادر أتحكم في الحاجات الصغيرة دي ممكن تخلي تعمل إصابة لكن هو أعتقد إن شاء الله تبقى في أقرب وقت ممكن يرجعوا ويبقوا كويسين. But of course changing the players in the first minutes. طبعا أكيد يعني تغيير اللعيبة في الأداء الأولى يعني. Not only change the match plan but also reduce the possibility to make something during the game. يعني طبعا يعني ما غيرتش خطة اللعب كله لكن خلتنا عندنا برضو مش قادرين نشتغل بالطريقة اللي احنا كنا بنتمرن عليها 100%. What you prefer for Samsung 10 or 9? Is a forward player. هو لعيب يعني able to play different positions. بيلعب في أماكن مختلفة. His strongest point is the capacity to hold the ball. النقطة القوية بتاعته إن هو يقف يحط الكرة تحت رجليه ويقف عليها تحت الضغط. He's not the kind of striker that is asking the ball all the time in behind. مش نوعية المهاجم اللي بيطلب الكرة على طول في المساحات. He's a player that receives the ball and left it. اللعيب اللي هو بيستلم وبيلف وبيعمل. So he can be used يعني. As I can say 9.5 and 9. يقدر يقول لك يعني ممكن يستخدمه 9.5. هو لعيب بين المهاجم وعشرة أو تسعة وهو اشتغل كويس. He controlled well, he turned, استلم كويس ولف كويس وكسب بنالتي. He gave a positive impact to the game. وأنت حاجة إيجابية للمباراة. About Messi is not out of my plan. If he was out of my plan. النصر يعني مش برا خطته طبعا. He was not on the bench. لو برا خطته مش هيبقى موجود على الدكة. But even if I wanted a lot, I just could play with 11. هو طبعا هو نفسه يلعب باكتر لكن هو في الاخر ما يقدرش يلعب لما بيقرر دونجا عبد الله لما بيقرر يحط دونجا وعبد الله اند امبي حمدي از ديفيكولت تو انكلود شياتا ان ذيس اوبشن صعب ان انت تحط شحاتة معاهم ام فيري هابي ويز شياتا از وين از انتر فروم ذا بنش هو مبسوط جدا من شحاتة لما نزل از جيفينج جود ثينجز بيدي حاجات كويسه جدا اند اولسو اي لايك ذا واي ذات زياد play the last game. وحب الطريقة اللي لعب بها زياد الماتش اللي فات. So the good thing is we have options. الحاجة كويسة اللي احنا عندنا اوبشن يعني كتير. اختيارات كتيرة يعني.